خلص معزوم على عرس اليوم. خدي ما خلص طالتيش خلص بدي اخذك معي خلص. والله ماما ورطتنا الصن معكم. ابوك في البيت؟ انت مين؟ والله علي طلع علي كمان. هذه دارهم. زمان انكم طالعين من البيت، اديروا بالكم على حالكم وما تفتحوش لحد الا تعالوا سكروا الباب وراي. يلا يا ماما. مين طلع الباب؟ طلع عجزة الباب، وتأكدي ما تفتحيش لأي حدا غير شوفة وحدة النار. لا هذا أمان يا سيدي. شوفة وحدة النار. لا تشوفها يا أمان تفتحها. وقف عندك. مش قدامك. مين معك في الدار؟ مين معك في الدار؟ محدش. نمشي. مامي تعالي ها تعالي تعالي. انتو مين ها؟ في حد غيركم؟ لا. ايش هذاك ظرف حجات؟ هاتي هاتي ظرف الحجات. تعالي ها تعالي ها تعالي امشي امشي قدام. يلا امشي. تعالي تعالي. وين المطبخ؟ طيب. وين المطبخ؟ على المطبخ. امشي. اقعدي اقعدي. مدي رجليكي مدي رجليكي مدي رجليكي. ايوه ولا حدا يتحرك. ايش اسمك؟ سلام. وانت ايش اسمك؟ ملكة. هي ايش اسمك؟ جوليا. جوليا انت سلاف. وين مصار ابوكي؟ وين مصار ابوكي؟ المصار بمكان، وهذا المكان انت ما بتعرفوش. خلينا اروح اجيب. وين هو هذا المكان؟ انت تعرف بيتنا؟ تعرف دارنا؟ لا. تعرف الخزانات؟ لا. وكيف بدك تجيب؟ انا بروح بجيب وباجي من دون ولا تعمل ولا تخرب ولا تكركب. اروح اجيبهم. طيب روحي. بدي ارن على شرطة النجدة. طيب روح احكي لي رقم 109. ما تتحركيش، كل ما تحركتي بشد على ايدك. فاهمة؟ عليك زمان. الو مع شرطة النجدة؟ دخيلكم في عنا حرام، تعالوا بسرعة. دخل علينا وربطنا، هي ما مسدس وقاعد بضرب اختي جوليا. دخيلكم تعالوا بسرعة أنا خايفة. احنا هي دارنا جنب الصالة الذهبية. بسرعة بسرعة تعالوا قد سمعني. بسرعة تعالوا. دحت في المكالمة. ايش بتعملي؟ ايش بتسوي؟ ولا شو، انا جايبة لك الجوال. ما كلمتيش حد؟ لا. افتحي لي اياه. هيا. ما كلمتيش حد؟ امشي قدامي. امشي. شو؟ سلاف. نعم. معقول هذا الفخر مع حقيقي؟ ايش رايك؟ اجرب في راسك؟ لا 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 حقيقي. حقيقي. اجرب في راسك عشان تعرفي؟ لا. انا بدي اروح افتش الدار. فش بالدار. طيب هيني بدي افتش الكذابة. ولا واحد يتحرك من مكانه. طب انت لقيت مسار خدهن. والله انا يا سلاف خايفة كتير. لا يا جولة ما تخافيش، شرطة النجدة هي جاي. ودي ايش عرفك ان شرطة النجدة هي جاي؟ انا كلمت شرطة النجدة على الجوال، حكولي 5 دقايق نكون عندكم. تطول يا سلاف. عندهم جو يا جول. استني. مش حاجة خزينة. ايش فينا؟ هدول حلوات حلوات. الله هاي المجوهرات. خاتم كمان خاتم. ايش دستان. اللواعي فيش كنز هان. خلاص بكفي خلينا نروح. وينك؟
هاي الغرفة اللي ها هاي لمين؟ اللي اللي كنتي؟ إلو إلا أيوة هدول إلكو يعني ها؟ إذا بتلاقي مصاري ها؟ هاي قولي لي مصار أبوكي وين؟ بعرفش. أنت كذابة، أنت بتعرفي مصار أبوكي، وين مصار أبوكي؟ أنت وين مصار أبوكي؟ بعرفش أنا وين مصار أبوكي. مركز القيادة على السمع. على السمع حول. وصلت لبيت المشتبه به، اقتحم المكان. الرفض الاقتحام. يلا جاهز. قاعد بزعرف البنات. ربطنا. ما فيش عم ايدك ورا ظهرك. اضحك. يا ايدي. يلا عم ظهرك. يا ايدي. يلا قوم يا عم. يلا يا عم يلا. يلا. يلا قوم. قوم. مش قوم. يلا قوم ايش؟ قوم بساعدك يلا قوم. يلا قوم يلا قدام اقعد ايش سويت يا عمو؟ ربطنا يا عمو بدينا. ربطكم وش اخذ منكم؟ اخذ منا مصاري. لا الي هدول الفلوس الي. هدول الي كذاب. الي هدول الفلوس الي. هدول الي كذاب. طيب يا عمو طيب الفلوس الي. حرامي. ليش؟ باقي ما فيش معاش. هات تاخذ المسدس هذا اللي جايبه. هذا مسدس لعبه هاي. مسدس لعبه يا عم ايش خرجت؟ خرجتوا فيه؟ قلت لك يا سلاف انه مسدس لعبه. وهذا يجول يا خفت. طيب انت كيف دخلت البيت؟ ها؟ ها؟ لقيت الباب مفتوح. الباب مفتوح؟ ودخلت. اجيت طيب. هنا وقلدت صوت بنت على اساس انه يشتغلوا. صحيح؟ صحيح هذا الكلام؟ لا الباب كان مسكر. وكيف فتحتوه؟ انا قلدت صوت بنت وهم فتحوه. يعني ضحكت على البنات قلدت صوت بنت، ايه؟ ثاني مرة يا عمو ما تفتحيش لحدا غريب الا لما تتأكدي منه. خلينا نشوف وجهه. لا هذا يعرف الشرطي. عارف يا جوليا؟ هذا الراجل اللي شفناه واحنا بالشارع لما كنا مروحين من الدكانه. لما حكينا سال عن بابا عشان هيك سال عن بابا حكينا احنا صاحبه. طلعت نصاب يا خاين انت صاحبه. يعني هو عمل فيكوا هيك؟ قال لك واكيد شاف ماما لما طلعت من البيت. يعني قال لك انا صاحب ابوكي؟ وانت بتعرف ابوها؟ وانا عمري شفته. وضحكت على البنات؟ تاني مرة يا عمو كتير في ناس بيقول لك أنا صاحب أبوكي، أنا صاحب أمك، بدي أفوت على البيت، ما تفوتيش حد غريب على البيت إلا لما تتأكدي منه، بعدين وين أمك؟ وين أبوكي؟ بابا والشركة ويجي على المغرب. حقولك ما تفتحيش لحد غريب؟ حقولك، هذا اللي فتحت أختي جوليا. تاني مرة يا عمو ما تفتحيش لحد غريب إلا لما تتأكدي منه، هاي الباب موجود فيه عدسة، صح ولا مش صح؟ طيب بس انا ما بقدرش اطولها. بتبص على العدسه بتجيب حاجه بتطلع عليها بتبص على العدسه بتشوفه بتتاكد. بتتاكدي تاني مره؟ احنا هنجيت رايحين نعاقب هذا الحرامي اللي انتحل شخصيه صاحب ابوكي وجاي فات عليكم. يلا يلا قدامي. المجوهرات اللي سرقهم من عندكم هي موجود. مسدس هذا لعبه يا عم خذيه لك. هذا مسدس لعبه. يلا يلا سكروا الباب تفتحوش لحد غريب. يلا قدامي انت قدامي. يلا قدامي قدام امشي. يلا قدامي قدام المحطه.